لا يضيع معظم الناس فكرة واحدة عن فضلات طيورهم، فيظنون أن البراز الطيور ليس أكثر من براز فقط، لكن من خلال إلقاء نظرة فاحصة على براز الطائر وعلى فضلاته، يمكن للمرء الحصول على معلومات مفيدة حول صحة طائره. اللون، الاتساق وموقع الفضلات على الأرض يخبر صاحب الطائر اليقظ ما إذا كان الطائر يعاني من مرض أو طفيلي ما، أو يتمتع بصحة جيدة كما نتمنى ذلك أن يكون. في هذا المقطع إن شاء الله سوف أشرح لكم طريقة تحديد المرض الذي يعاني منه الطائر على حسب شكل ولون واتساق البراز الخاص به، لكن لن نتعمق في أسباب الأمراض وعلاج كل مرض. لذلك إذا وجدت أن شكل من الأشكال يشابه براز الخاص بطائرك، فيمكن أن تبحث عن المرض المسبب لذلك في سلاسل الأمراض المعوية والهضمية والتنفسية وغيرها من ذلك في آخر سلسلة في القناة. البراز النموذجي للبادجي يكون على شكل ثابت أسود وجزء أبيض من البول في المركز. البول عامة يكون على شكل دسم ومتماسك. أما إذا شرب الطائر كثيرا أو أكل أغذية طرية، فسيكون براز أكثر رطوبة لمدة ساعة أو ساعتين. وإذا اختلفت حالة البراز عن الوصف الذي تركته في الأول أطول عن ساعتين، فقد يشير ذلك إلى مرض. غالبا ما تشير الفضلات الرطبة وجزء البول السائل أو المتماسك أقل من الأجزاء السائلة إلى وجود مشكل في الكلية. إذا كان البراز، أي الجزء الذي يجب أن يكون أسود سائل، فربما الطائر يعاني من إسهال. في كلتا الحالتين يجب أن تراقب الطائر بشكل جيد، لأنه سيحتاج لمساعدة بيطرية للشفاء من المرض الذي يعاني منه. إذا كانت تبدو فضلات الطائر ضخمة ولون البراز كلون البول رمادي مائل للأصفر أو البني، فعلى الأرجح أن تتعامل مع عدوى البنكرياس. يجب أخذ الطائر للطبيب البيطري للقيام ببعض الفحوصات ولعلاج هذه الحالة بأسرع وقت لتجنب موت الطائر. عندما تجد براز محمر أو بني غامق مائل للأسود، قد تكون آثار الدم بسبب هذا التلون الأحمر. الاستثناء الواحد من هذه القاعدة وهو إذا كنت قد قدمت سابقا غذاء أحمر لون قبل ساعة أو ساعتين، مثل الشمندر أو الكرز. في حالة بقاء الفضلات على هذا اللون الأحمر، يجب أخذ الطائر إلى البيطري للقيام ببعض الفحوصات أيضا، لأنه يمكن أن يدل على وجود ورم داخلي مميت فيسبب نزيف داخلي مما يؤدي إلى موت الطائر. هناك سببان مختلفان يؤديان إلى الفضلات الخضراء السائلة. الطيور التي لم تأكل شيء بعد، ما زالت صغيرة في السن وتفرز براز سائل أخضر، أو الطيور حديثة الفطام فتكون صغيرة ولم يسبق لها الأكل، فهذا لا يدل على مرض بل فقط لم يأكلوا بكفاية فقط. لكن مجرد بدء الأكل على شكل معتاد، فسوف يعود البراز على شكل العادي. أما بالنسبة للبراز الأخضر مع بول أصفر، فيشير لاضطرابات كثيرة في الأعضاء الداخلية. على سبيل المثال، إذا تأدى الكبد يفرز الجهاز العضوي الصفراء، فيؤدي تغير لون البراز باللون الأصفر. ويمكن أن يكون مشكل للكبد أيضا بسبب البكتيريا أو الفيروسات مثل السالمونيلا أو الكلاميديوس. أما إذا وجدت حبوب غير مهضومة في فضلات الطائر أو قطعة من الخضروات في البراز، فهضم الطائر مضطرب وهو مهدد بالجوع، وأيضا عوارض أخرى مثل التشنجات الناتج عن خلل في الفيتامينات أو بسبب الطفيليات الميغا بكتيريا.
أحيانا يمكن أن تحتوي الفضلات على طفيليات مثل الديدان، وعادة ما يحدث هذا فقط إذا كان الطائر قد عولج من الديدان. لكن في حالة إن وجدت دودة في فضلة الطائر فهذه حالة متقدمة وحالة حرجة، فعليك التدخل بأسرع وقت. للأسف الطفيليات الداخلية صغيرة جدا ولا يمكن رؤيتها بسهولة، لكن بمجرد معرفة ذلك يجب التصرف بسرعة والتدخل للعلاج، فيمكن أن تؤدي الإصابات غير المعالجة للموت الطائر لا قدر الله. بالنسبة لمكان تموقع البراز في الفترة المسائية، أي عند نوم الطائر، يجب أن يكون البراز في نفس المكان، فهذا يدل على أن الطائر مرتاح ولا يعاني من أي أمراض. لكن إذا كان هناك براز متناثر في القفص في الفترة الليلية أي المسائية، هذا يدل على أن الطائر قد يعاني من طفيليات خارجية مثل الفاش الأحمر أو فاش الريش، لأنها تزعجه في المساء ولا تتركه ينام بشكل مرتاح، فيتحرك داخل القفص أو على نفس المجسم. لكن في الفترة النهارية ذلك على العكس، يجب أن يكون البراز في شكل متناثر في القفص، فيدل على حركة الطائر ونشاطه. أما إذا كان البراز في النهار يتجمع في نقطة واحدة، فهذا يدل على أن الطائر مريض، لأن هذا المرض يسبب له الخمول والهدوء والمكوث في مكان واحد فقط.